أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للوقوف على تطورات موقف الحكومة الشرعية والرد الإماراتي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اعتبرت اليمن دعم الإمارات للتمرد المسلح في عدن واستهدافها للقوات الحكومية انحرافا عن أهداف تحالف دعم الشرعية. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمرد وسط على مقرات الدولة في عدن، وإن الجيش الوطني تعرض لضربات عسكرية قاسية من الطيران الإماراتي أثناء محاولته صد التمرد واستعادة مؤسسات الدولة. من جهتها هددت دولة الإمارات بتجديد هجماتها الجوية ضد الجيش اليمني، معتبرة ذلك إجراء ملائما لحماية قوات التحالف. واعتبرت مندوبة وفد أبو ظبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في رد على كلمة وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مجزرة استهداف الجيش اليمني على مشارف عدن وأبين في أغسطس الماضي عملية مشروعة تمت وفق قواعد الاشتباك وبغرض حماية قوات التحالف. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي يجعل الشرعية تظهر بذلك الموقف الضعيف أمام التبجح الإماراتي؟ وعلى ماذا تستند الإمارات في تبجحها على الشرعية؟ انقلبت الإمارات على الشرعية، سيطرت الأذرع العسكرية التابعة لها على العاصمة المؤقتة، وضربت القوات الحكومية على أعتابها، وقبل ذلك منعت الرئيس هادي من العودة إلى عدن، وشكلت قوات وأحزمة أمنية تابعة لها امتدت سيطرتها على عدن وشبوة وأبين وحتى الساحل الغربي. كل تلك الأعمال لم تجد لها من توصيف في الخطاب الرسمي للحكومة الشرعية بسوى الانحرافات عن أهداف التحالف. انحرافاً صريحاً عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. ونحن نقدر عالياً ونشكر المملكة العربية السعودية الشقيقة على الإجراءات التي تقوم بها لإنهاء هذا التمرد وإيقاف هذه الأعمال من قبل دولة الإمارات. ركاكة الموقف الرسمي جعل الإمارات تتمادى في السيطرة وفي الخطاب، حتى وصفت قوات الجيش الذين استهدفتهم في نقطة العلم بالإرهابيين أمام أنظار العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستمضي على ذات المنوال في حال حصول أي تحرك قادم لقوات الجيش التابع للحكومة الشرعية. أود التأكيد على حق دولة الإمارات في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي، إذ بدأت التنظيمات الإرهابية في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات، مما استدعى استهداف الميليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة. الحديث عن الإمارات في إطار الانحراف عن هدف دعم الشرعية أضحى بنظر الكثيرين نوعاً من الاستخفاف بمشاعر اليمنيين، وشكلاً من أشكال الخنوع والتسليم لمشاريع التمزيق التي تستهدف اليمن. وينضم إلينا عبر الهاتف القيادي السابق في المقاومة الجنوبية عادل الحسني. سيد عادل، كيف تعلق على وصف الإمارات لقوات الجيش الوطني بالإرهابيين في قاعة الأمم المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءك أخي الكريم والسادة المشاهدين الكرام. الحقيقة عندما يوصف الجيش بالإرهاب فمعنى ذلك أن الذي يقود الجيش هو إرهابي، معنى ذلك أن الحكومة التي تشرف على هذا الجيش هي حكومة إرهابية، معنى ذلك أن وزير الخارجية الذي دافع عن هذا الجيش في أروقة الأمم المتحدة هو إرهابي، معنى ذلك أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة هو إرهابي، معنى ذلك أن الشعب الذي خرج يدافع عن هذا الجيش هو شعب إرهابي. فهذه التهمة التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة اليوم في منبر الأمم المتحدة، لا أقول أنها تتهم الجيش، بل هي اتهام مباشر للشعب اليمني، للجيش اليمني، للحكومة اليمنية. وعلينا جميعا أن نتخذ موقف واضح وصريح وجاد أزاء هذه الاتهامات الخطيرة من قبل الإمارات العربية المتحدة، ولا أقل من أن نقول لهم أن يخرجوا من بلدنا
مع أن الذي فعلوه يعني دماء لا تسقط بالتقادم، لكن أقل ما يقال، أقل ما يقال أننا نحن من يدافع عن أنفسنا وليس هم من يدافع عن أنفسهم. نحن لم نذهب إلى أبو ظبي، ولم نذهب إلى دبي، ولم نذهب إلى عجمان. الاعتداء حصل علينا، فكيف يكون دفاع عن النفس؟ من اعتدى على من؟ من الذي قصف من؟ من الذي قتل من؟ فالاتهام هذا الحاصل هو اليوم هو اتهام للشعب اليمني عموما. نعم، بالنسبة لأن الإمارات اليوم تتوعد بضرب أي تحرك للقوات الحكومية بشكل واضح مثل ما ذكرت الممثلة عنهم في الجمعية العامة، ما الذي يمنحها هذه القوة وبهذا الطرح القوي أنها ستستهدف أي تحرك للشرعية؟ الذي يمنحها هو ضعف المؤسسة الرئاسة، ضعف الحكومة المرتهنة تحت عباية العباية المملكة العربية السعودية. قبل أيام رتب الجيش نفسه ليتجه نحو زنجبار، فتواصل القائد السعودي بقيادة الجيش وأخبرهم أن أي تقدم لأي طرف من الأطراف سوف يقصف. فالقصة هي يعني الارتهان للمملكة العربية السعودية التي تتقاسم الأدوار هي الإمارات العربية المتحدة. يعني حصلوا على بلاد حقل تجارب لهم، نفذوا فيها أجندتهم وبرامجهم، وهي اليوم تعطي مقدمات صريحة أن أي تقدم للجيش في صوب العاصمة المؤقتة عدن سيتم التعامل معه وقصه تحت حجة الإرهاب وميليشيات الإرهاب، وعلما أن هذا الجيش يعني تدرب وفي شرورة في المملكة العربية السعودية، وهم ضباط وأفراد وصف ضباط معروفون في وزارة الدفاع ولهم أرقام عسكرية، فكيف في يعني ترمى هذه التهم جزافا؟ والله نستغرب من هذه البلطجة على مرأة ومسمع العالم كله. العجيب أيضا الصمت الدولي أمام هذه المهزلة التي تحصل في اليمن، أمام هذه الدماء، أمام هذه الأشلاء، أمام هذه الضحايا. والعجيب أنهم يعني يؤكدون أنهم سيستمرون في ذلك، لكن الشعب اليمني والجيش اليمني وأفراده والكرماء من أبناء اليمن يعني سيمضون لا غير مبالين بهذا العنجهية، لأن البلاد بلادنا. نعم. ولا خياطنا إلا أن نؤيد. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عادل. نعود إلى ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. عبد الرقيب، سيد عبد الرقيب، تابعت موقف الشرعية وأيضا الرد الإماراتي على الشرعية في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أولا، ما هو تعليقك على هذين الموقفين؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفك وعلى متابعي القناة. هناك مثل عربي شهير يقول: من أمن العقاب أساء الأدب. ما يخطر اليوم أن ممثلة الإمارات العربية المتحدة واتهامها للجيش الوطني بالإرهاب وتأكيدها على أنها تدافع عن التحالف عندما ضربت الجيش الوطني في عدن وأبين، يعني هذه وقاحة لا ينبغي أن تمر وتستفز الشعب اليمني وتستفز كل غيور وكل عاقل. الإمارات العربية المتحدة التي تضرب الشرعية وتقوّل مؤسساتها وتقصف الجيش الوطني تتحدث، تصف هذا الجيش بأنه إرهاب، والتهمة الأخرى تتهم هذا الجيش بأنه كان يعني يحاول اقتحام أو مداهمة أو مهاجمة التحالف. اليوم ينبغي على المملكة العربية السعودية، هي التي تجيب على الإمارات وليس الشعب اليمني وليس الحكومة الشرعية وليس الرئاسة، الإمارات تتحدث بلسان التحالف، تتحدث بأن هذا الجيش إرهابي وأنها تدافع عن التحالف وأنه كان يريد مهاجمة التحالف. السعودية معنية من موقعها كرئيسة التحالف أن ترد على حليفتها التي تجاوزت كل الخطوط. بالنسبة للحكومة الشرعية وبالنسبة لخطاب وزير الخارجية أمام الدورة الرابعة 70 للأمم المتحدة، أقول نحن طوال شهرين لم نتجاوز يعني مرحلة الشكوى والحديث عن يعني اتجاه الإمارات. إلى متى الشكوى تتكرر على مختلف ألسنة الأجهزة الحكومية الرئاسية، الحكومة، الوزراء، الممثلين، ممثل مجلس الأمن، ممثل اليمن في مجلس الأمن،
بالتالي ماذا بعد هذه الشكوى؟ تكرار الشكوى سمع العالم بها. كلما عنبته الإمارات قتلت الجيش دمرت. لكن سيد عبد الرقيب، ألا يكفي أن على عدل؟ طيب نعم. ماذا بعد ألا يكفي أن الشرعية اعتبرت أن انتهاكات الإمارات هي انحراف على أهداف التحالف؟ ألا هذا يكفي؟ هذا توصيف للواقع. طيب ما هي الحلول؟ هل تستطيع الحكومة الشرعية أن تتحدث عن حلول، عن معالجات؟ سمعنا مثلا رئيس حكومة الوفاق الليبية وهو يتحدث على نفس المعاناة، نفس الواقع، ميليشيات رعتها الإمارات تقصف العاصمة طرابلس، ثم يتحدث ويطالب ويسمي الدول والأشخاص أن يسمي حفتر باعتباره إرهابي، ويدعو الجنايات الدولية أن تتحرك لتبحث وتحقق في حكومتنا اليوم أن تتجاوز مرحلة الشكوى وأن تدعو مجلس الأمن وأن تطرح حلول ليتم إعفاء الإمارات من التحالف. هل تستطيع أن تخرج من هذه الدائرة أم لديها حساب تجاه المملكة العربية السعودية؟ هل تستطيع أن تدعو يعني محكمة الجنايات الدولية أن تتقصى الحقائق وأن تبحث وأن تحقق؟ وكم الجرائم التي ارتكبت في عدن والانتهاكات والسجون والاغتيالات وقصف الجيش الوطني وقتل العسكرية وتحويل عدن إلى سجن كبير وانتهاكات جنسية في السجون واتقها خبراء الدوليين. بالتالي نريد حكومتنا أن تخرج من دائرة الشكوى إلى دائرة تقديم الحلول وتقديم ماذا بعد هذه الشكوى. هل ستبقى الإمارات وهي تمارس كل هذا العبث وكل هذا التدمير وكل هذه الانتهاكات وكل هذا الصلب وكل هذه الوقاحة تجاه الجيش الوطني وتجاه الحكومة الشرعية ثم نكتفي بأن أن نتحدث عن إدانتها وشكوى الشعب؟ اليوم هو الذي يشكو ويتحدث عن هذه الجرائم. الدنيا سمعت بهذه الجرائم. اليمنيون في مختلف عواصم الدنيا يخرجون ويتحدثون عن هذه الجرائم. يجب على الدولة أن تبحث عن حلول وأن تقترح حلول لمعالجة هذا الواقع. نعم. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الرقيب. نعود إلى ضيفنا عادل الحسني. سيد عادل، إذن مثل ما ذكر ضيفنا عبد الرقيب الهدياني أن الشرعية لم تتجاوز مرحلة الشكوى، وأيضا خاصة أن هناك تقصير منها بشكل كبير، خصوصا فيما يتعلق بموقف الشرعية من بعثة الإمارات في هذا الاجتماع الأخير والبيان الصادر من وزارة الخارجية. تفضل السؤال. ما السؤال؟ بالنسبة للشرعية التي لم تتجاوز مرحلة الشكوى مثل ما تفضل بها ضيفنا عبد الرقيب الهدياني، قال أن الشرعية لم تتجاوز مرحلة الشكوى وتقديم البيانات الضعيفة التي لا تلبي طموحات اليمنيين. كيف تنظر إلى موقف الشرعية من البعثة الإماراتية في اجتماع الجمعية الأخير في الأمم المتحدة؟ أخي، نحن كنا على اطلاع ومتابعة لذهاب الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الأمم المتحدة، وكان من المقرر أنه هو الذي سيلقي الخطاب كما هو المعروف بروتوكولين ذهاب الرؤساء جميعا، وكان عبد الرب هو المقرر أن يذهب، فمورست كل الضغوط السعودية عليه، وهذا لا يعفيه أبدا. لكن نحن نوصف الحالة التي حصلت، والتقى خالد بن سلمان وطلب منه شخصيا وعملوا عليه شروط أن لا يذهب، ثم طلبوا منه أن يكون الممثل هو معين عبد الملك، وكان من المقرر ألا يتم ذكر الإمارات مطلقا. فاختار رئيس وزير الخارجية الحضرمي وبديلا عنه، وتم تعديل الخطاب، وكان الخطاب المكتوب، وأنا أكلمك من العمق، كان الخطاب هو إعفاء دور الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي في اليمن من على منبر الأمم المتحدة. لكن السعودية ضغطت بكل قواها وثقلها على مؤسسة الرئاسة، وللأسف الشديد تم التراجع عن هذا القرار واكتفوا بالإدانة من على منبر الأمم المتحدة. اليوم الإمارات يعني لم تقدم اعتذار ولم تقدم حتى تبرير، يعني كان من المفترض حتى أخلاقيا
أن تقول الإمارات أنا قصفت الجيش، أنا قصفت هؤلاء الإرهابيين، هم فلان وفلان وفلان وفلان، حتى يعرفهم الشعب اليمني، تعرفهم الحكومة اليمنية، يعرفهم المجتمع الدولي. يا أخي ملف الإرهاب ليس ملف جديد في اليمن، أمريكا تضرب من عام 2007، لكن أمريكا عندما تقصف في اليمن تقول قصفت القيادي في تنظيم القاعدة فلان ابن فلان، موقعه في التنظيم كذا، في الجانب المالي، في الجانب القتالي، في عندها تفصيل تعطي عن هذا الشخص الذي تم اغتياله. هذه تضرب رتل من الجيش ثم تقول إرهاب. من هم هؤلاء؟ لا يحق للشعب اليمني أن يعرف من هؤلاء الإرهابيون. نحن عندنا الأسماء الذين قتلوا من الضباط، صف الضباط من مدينة لودر، من مدينة موديا، من عدن، من لاحق، من قيادات عسكرية، من الجيش الوطني، من شبوة، كلهم من الضباط العسكريين ومن الجنود العسكريين. فمن المفترض في أقل الأحوال أن يطالب اليوم وزير الخارجية وأن تطالب الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي في تشكيل لجنة تحقيق في هذه الضربات التي حصلت في اليمن، مع أننا نحن كشعب وكقيادات وطنية ونخب وساسة لن نكتفي بأقل من أن تخرج الإمارات ويتم إعفائها من دورها في اليمن. نعم السيد عادل الحسني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى ضيفنا المحلل السياسي سيف مثنى من واشنطن. سيد سيف، ما هي قراءتك لموقف الشرعية والرد الإماراتي في اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة؟ مرحبا بالجميع. نحن قراءتنا وتابعنا لما تكلم به وزير الخارجية اليمني، ونستطيع نقول أنها شكوى قدمها وزير الخارجية ضد الإمارات وممارساتها الإجرامية والعدوانية في البلاد، وهذا نتاج تصاعد وتيرة الصراع بين الحكومة اليمنية والإمارات عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، بل أنه لم نكن نحن كيمنيين وكمتابعين وأيضا اللي كنا متواجدين في نيويورك أنه يكون هذا الخطاب اليمني بهذه القوة أو بهذه الوطنية، ونستطيع أن نقول أنه خروج عن النص أو بالأصح عن الصمت الذي يلتزم به الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وأيضا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء معين عبد الملك. فنحن استبشرنا وكيمنيين يعني شعرنا بنوع من الوطنية التي قدمها، وإن كانت فيها نوع من المحاباة للجانب السعودي، وكنا نتمنى أيضا أن يكون من تلك المنصة من الأمم المتحدة أن يكون هناك مطالبة أو طرد الإمارات من التحالف في اليمن، لكن هذا كما يقال جهد المقل. لكن سيد سيف، مثل ما ذكر ضيفنا عبد الرقيب، أن الخطاب الشرعية لم يتجاوز مرحلة الشكوى، وأيضا لم يتطرق إلى انتهاكات أخرى مثل دعم تنظيمات إرهابية وأيضا السجون السرية وأيضا الاستحواذ على الموانئ، فكان الخطاب ضعيف. يعني بالقدر الذي نحن كنا نطمح إليه فهذا خطاب جيد، يعني بالنسبة لنا كمتابعين نحن في الولايات المتحدة وجدنا أنه خطاب جيد. صحيح أنه لم يتطرق إلى دعم الإرهاب التي تدعمه الإمارات، إلى السجون السرية، أيضا إلى السجون التي تم نقل بعض المساجين اليمنيين إلى سجون خارج البلاد اليمنية وفي قاعدة في سيريا. هذا كل المجمل لن تستطيع اليمن أن تتكلم بهذا بشكل عام، لأنها محصورة في دائرة ضيقة وهي محصورة في دائرة السعودية، وهذا ما تكلم به الجبير أيضا أنه دافع عن الإمارات ودافع عن وجود الإمارات في التحالف وأنها شريك أساسي. لكن نستطيع أن نقول من بين قوسين أنها شكوى جيدة تكلم فيها حول جزئية معينة، وهي دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الذي انقلب على الشرعية والذي سيطر على مكونات الدولة في عدن. فنحن نعتبر أنه أمر جيد، لكنه ليس ذلك. لكن سيد مثنى، ماذا عن التبجح الإماراتي حول أنها ستستمر في استهداف قوات الجيش وهو أيضا حق مشروع بالنسبة لها؟ ما رأيك في هذا الرد؟ هل كان الرد الشرعية وكان طرح الشرعية كافي لكي ترد الإمارات بهذا الرد الواضح والتهديد الصريح؟
هو لم يكن كافي لان اليمن حصرت تحت منظومه السعوديه التي تخشى من تدوير الانقلاب الذي دعمته الامارات في العدن، وايضا كانت تخشى انه ان يطالب اليمن بطرد الامارات من اليمن. لكن الامارات عندما كان هذا الرد فهو مدعوم امميا، مدعوم ايضا من الجانب الامريكي، لانه قبل اسبوع من الأمم المتحدة أو من انعقاد الجمعية العمومية تحدث مسؤول في الخارجية الأمريكية نفس السياق، أنه من حق دولة الإمارات أن تدافع عن مصالحها في اليمن، من حق الإمارات أنها تقاتل ما يسمى بالإرهاب كداعش والقاعدة، من حق الإمارات أنها تدافع عن كل المصالح التي أتت من شأنها في اليمن تحت منظومة قرار 2216. فكان ذلك الرد الإماراتي مسنوداً للرد الأمريكي الذي سبق تلك الانعقاد في الجمعية العمومية، وهذا متوقع من الإمارات تنظر أنها مسيطرة في اليمن بشكل عام. نعم سيد سيف، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، يعني هذا الطرح أو الرد الإماراتي الذي يكرر و يصر على تهديد الشرعية، على ماذا تستند الإمارات في تبجحها هذا وتصريحها الواضح بأنها ستستمر في استهداف قوات الجيش؟ دعني أولا يعني أوضح للضيف الكريم من ضيف الذي يعني أورد معلومة أن هناك مصدر مسؤول عن الخارجية الأمريكية تحدث عن ان من حق الامارات ان تدافع عن نفسها. هذا التصريح ورد في حسابات وفي مواقع وقنوات محسوبه على نحن عنه كصحفيين لم نجد له اي مستند في اي وسيله امريكيه او عن الخارجيه الامريكيه. اذا هي تسريبات عبر منصاتها لتسويق انحرافها واخطائها. اعود الى سؤالك حول تبجح الامارات وسعيها وصلافه موقفها وخطاباتها في مواجهه الحكومه الشرعيه وانها ستقصف الجيش باعتباره ارهاب. تعتقد الامارات رسمت لنفسها مسارا معينا او نفوذ معين، ان عدن والموانئ والجزر والسواحل هذه من كلها طوال 4 سنوات ظلت تشتغل على هذا الطريق وعلى هذا المشروع، وصنعت جيوش أحزمة أمنية ونخب وحراس الجمهورية ومن غيرها في إطار أن صارت ملك لها. ساعدها على ذلك هذا الصمت خلال السنوات الأربع الماضية، صمت الحكومة وهي ترى الإمارات تخرج عن الخط وعن الهدف وتبني جيوش خارج الدولة وخارج الأدوات الشرعية. نعم سيد عبد الرقيب، لكن احتياج نعم. ربما المملكة العربية السعودية نعم سيد عبد الرقيب، لكن نعم نعرف أن هناك صمت في الشرعية، لكن ماذا عن الإماراتيين، عن استغلالهم التفويض الذي منح لهم من الأمريكان في تنفيذ أجندة خاصة في اليمن وأيضا غيرها من البلدان العربية، كيف ترى ذلك؟ يعني حتى لو فرضنا جدلا ان هناك ضوء اخضر وان هناك يعني سماح لهم باي اجندات وبتحقيق مطامع، لكن تبقى الشعوب والحكومات ناهيك عن تذرعنا ايضا بمحاربه الارهاب والمجتمع الحي. ناهيك عن انهم يتذرعون بمحاربه الارهاب في اليمن، وهذا ايضا يعتبر تشريع لهم من الامريكان في ممارسه هذه الانتهاكات في اليمن. انا لم اسمع السؤال، يبدو ان الصوت انقطع، لم اسمع السؤال. نعم، قلت ان الامريكان وايضا الاماراتيين يستغلون ملف محاربه الارهاب في اليمن، وهذا يعطيهم الضوء الاخضر في استهداف اي قوه سواء كانت وطنيه او كانت ارهابيه لتقديم نفسهم انهم هم من يحارب الارهاب في المنطقه. نعم، الامارات تدخل من هذا ان
أن تبني مشاريعها وتحقق مطامعها من هذه البوابة ومن هذه اللافتة. جميعنا يعلم كمتابعين للوضع هنا في عدن وفي المحافظة الجنوبية أن الإمارات تلعب بهذه الورقة، بل أن الإمارات استوعبت وحركت الكثير من هذه الأدوات، أدوات الإرهاب. وزير النقل قبل أيام تحدث على أن لدى الحكومة معلومات ويعني تؤكد على أن الإمارات تلعب بهذه الورقة وفي يديها إرهابيين تستخدمهم في هذه العمليات وفي هذه المطامع التي تبنيها في اليمن وفي عدن وفي المحافظة الجنوبية لتحقق مطامعها ولتضرب كل نعم. القوى التي تقف في طريقها. إذا نعم. كان الجيش الوطني، جيش الرئيس عبد الرب منصور هادي هو إرهابي، هذا انحراف كبير لا يمكن ولا يمكن أن يمرر. وصلت فكرتك سيد عبد الرقيب الهدياني من عدن، كنت معنا من هناك. نعود إلى ضيفنا مع سؤال آخر، السيد سيف مثنى. سيد سيف، بالنسبة لأن هناك من يتحدث عن لعب دور بين الرياض وأبوظبي على الشرعية وأيضا وصولنا إلى هذه المرحلة والأزمة السياسية. نعم، هذا شيء معروف للجميع، وهو كما الجبير تحدث عن ذلك في الأمم المتحدة، والسعودية ترفض رفضا تاما إنهاء دور الإمارات في اليمن، ولأنها أتت تحت قرار كما أسلفت الأممي 22/16 والذي يقضي بانسحاب الحوثيين وتسليمهم السلاح، وهذا يعتبر مظلة قانونية للتدخل. السعودية والإمارات لن تستطيع السعودية أن تخرج من عباءة الإمارات، لأن الإمارات هي المسيطر الآن على الأرض في عدن، ولهذا موقف الشرعية هو موقف ضعيف في الأمم المتحدة بالنسبة لكثير من المحللين السياسيين، لكن نحن في واشنطن نرى أنه موقف جيد، وكان له دور أبرز أنه جعل اليمنيين يشعرون بنوع من الانتشاء. نعم. من حول هذه الكلمة. نعم. التي نكتفي قالها. معك سيد سيف مثنى بهذا القدر، الشكر أيضا موصول لضيفنا من واشنطن سيف مثنى، وأيضا ضيفنا من عدن عبد الرقيب الهدياني، وأيضا ضيفنا عادل الحسني عبر الهاتف، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وأيضا لفريق الإعداد، وإلى اللقاء.